امرأة نعم تطلق شرعا وقانونا بالمحكمة يحق لها الزواج. لا بس قانونا تطلق، ما تطلق شرعا، جاي تطلق شرعا. ليش تفريق، انا اتحدث عن التفريق. ليش القضاء يتجاوز الشرع بالزواج والطلاق؟ استاذ نجيم، القضاء محكم بالنصوص القانون، القضاء وين انتهى. المشكلة؟ استاذ رائد، احنا نعم استاذ اساسا نجيم، اساسا احنا اذا ما مقتنعين بالمحكمه ليش نخليه اصلا قاضي؟ اساسا ليش نخلي قاضي؟ اذا مو ما اضاف الى ذلك مقتنعين. ست انه نيسان، ست الزواج نيسان هو قبول عزيزتي، وايجاب. لا لا ست نيسان عزيزتي، مو ما مقتنعين بالمحكمه اصلا، هم القضاة نفسهم جاي يتحرجون، جاي يقولون يا اخوان احنا القانون الموجود، النصوص اللي عندنا، احنا ملزمين بتطبيق النصوص بالقانون، القانون بمخالفه لاحكام الشرع، فانتم عالجونا هاي وين المخالفه. المخالفة؟ الان احنا اذكر لنا عالجناها، المخالفة ليش استاذ رائد. مخالفه؟ جيد ليش جيد مخالفه؟ جيد جيد اذكر ما المخالفة بيها فرض على دكتور الاخرين. رائد، اذكر نعم المخالفة التي اشتكى منها القضاة اليكم، خلينا نسمعها. وهذا مثلا موضوع التفريق، موضوع التفريق القضائي. اي وين امرأة، مخالفة؟ وين مخالفته؟ امرأة تجي تطلب الطلاق من المحكمة، من القاضي. اي القاضي لتوافر أسباب معينة حسب القانون يطلقها. هذا الأمر المرجعيات الدينية والفقه الجعفري إذا ما القاضي ما مقتنع يرضيها. ليش يطلق؟ زين أستاذ رائد، أستاذ ما رائد، يطلق، مو هو اللي يطلق ست النسان، القاضي يطلق، القاضي يؤمر بالتفريق. هو ليش يسموه تفريق؟ يعني تفريق هو قضائي القاضي ليش بأمر يأمر المحكمة، بالتفريق إذا هو ما مقتنع أصلاً؟ أستاذ رائد، أنت تقول حضرتك أنه القضاة جاي يسألونه، تمام؟ مو القضاة هم عندهم مشكلة لأنه هم ما مقتنعين أو هو أكو مخالف للشريعة، ست ليش نيسان، القاضي يكلف بالطلاق أصلاً؟ القاضي بس اسمحي لي، القاضي عنده نص ما يقدر، لأنه هم يطعن بقراره بعدين بالتمييز، يطعن بقراره النص يقول اللي عند المرأة القاضي، الأسماء حسب. النص اللي عند نعم القاضي هل مخالف نعم لأحكام نعم الشريعة؟ مخالف للشريعة الإسلامية. نعم وين المخالفة؟ أستاذ نجم، أتمنى تستضيف لك أحد، أي وكلاء المراجع الدينية، وتقول يا قول أستاذ لي رائد أنتم أنا أتناقش معك، أنا راح أغادر هذا السؤال، راح أعطيك سؤال نعم أهم. نعم القاضي لماذا لا يصبح عليه خلاف حينما يعقد الزواج بالقبول والإيجاب، لكن يصبح عليه خلاف ذات القاضي نفسه بالتفريق؟ ليش بالزواج وعقد الزواج أستاذ ما نجم، عليه مشكلة، الزواج ليش أستاذ بالتفريق نجم تصبح عزيزي، مشكلة؟ الزواج عملية إيجاب وقبول بسيطة، لكن الطلاق، وأنا الطلاق أتحدث إيجاب عن وقبول أيضا، التفريق، الطلاق أتحدث، لا لا أستاذ نجم، أنا أتحدث عن التفريق القضائي. يعني مرة يجون الرجل والمرأة متفقين ومطلقها، هاي ماكو مشكلة بيها، أي لكن أتحدث عن التفريق القضائي. الرجل ما يريد يطلق زوجته، هنا الرجل هو ما يريد يطلق، القاضي هو اللي يؤمر بالتطليق، زين هنا المشكلة ما الشرعية اقتنعوا تحصل. بالقضاء يعني أنا وين جاي أعطيك يروحون؟ مثال، ما اقتنعوا بالقضاء، انا هسه يعني الرجل هرد اطلق مرتي. يجبر المرأة على البقاء وياه لأن هو ما يعجبه يطلق، هي ما تريده يا مو أخي. ما يعجبه، مو العصمة بيده حسب الشرع. ست نيسان، احنا مو بيدنا حكم إيه الشرع يا اخواننا دكتور، هي الاعزاء، هو شنو وصل الشرع مو العائلة بيدنا. للطلاق دكتور؟ ست نيسان، احنا اي ما بدنا نناقش ماكو مشكلة، انا مو المسألة من ما ناحية اختلف وياك. اجتماعية. نعم احنا نناقشها اسمح من لي بس ناحية اسمح لي، قانونية، الآن من ناحية اجتماعية قد يكون الصوت منا الصوت منا، هاي قضايا تختلف.